في الواقع احتمالية التعرض للموت بسبب سمكة قرش بيشكل واحد ما بين 3 مليون و 800 ألف شخص، وبيتم تصنيف هجمات القرش على إنها هجمات مبررة يعني ناتجة عن استفزاز البشر ليها. وما بين أكتر من 500 فصيلة من أسماك القرش في 30 فصيلة بس تم توثيق مهاجمتهم للبشر، وعلى رأسهم القرش الأبيض الكبير والقرش النامي. بيقول بيتر كليم لخبير سلوك الحيوانات البحرية بجامعة كاليفورنيا إن القرش الأبيض جهازه الهضمي بطيء جدا، وبالتالي لو أكل حاجة غير وجباته اللي متعود عليها ده بيسبب له تباطؤ في جهازه الهضمي لأكتر من يوم، وعلشان كده هي بتختار وجباتها بعناية لأنها بتحتاج لمستوى عالي من الدهون وده اللي بتوفره في عيلة البحر. حتى القرش النمر اللي مشهور بشهيته الواسعة رغم هجومه على البشر لكن نادرا جدا لما بياكله. طيب ليه أصلا أسماك القرش بتهاجم البشر؟ الإجابة وبكل بساطة لأنها حيوانات مفترسة.